طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. عندنا بوزارة الدفاع عقد اشترونا 12 طيارة، الطيارة الوحدة سعرها 975 ألف دولار. بيش اشتروها؟ ب 13 مليون دولار. يعني عقد قيمته 11 مليون دولار وشوية، دفعنا كمسيون رشوة، يعني سرقونا. هؤلاء 144 مليون دولار. زمن حكومة الأبطال، ما عندك نزاهة تشتغل صحيح، نزاهة تشتغل على الفقراء، ما تشتغل على الديناصورات. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة حول موضوع غيرة العراقيين. في حلقة سابقة بثت على قناة الرافدين، حلقة عندي وطن يقدمها الزميل بلال بداع، استضاف فيها الشاعر غدير الشمري. الشاعر تكلم عن حادثة وقعت في سوريا لطبيب عراقي من أهالي الموصل، وذهب بأبيه إلى سوريا في تقريبا العام 2004 أو 2005، واحتاج والد هذا الشخص إلى دم لكي يجري عملية. في ذلك الوقت كان في المستشفى السوري بأنه يجب أن يأتي بدم من خارج المستشفى، لأن المستشفى لا تعطي إلا دم مقابل دم. فسمعه رجل عراقي وقال له: أنت من العراق؟ قال: نعم أنا من العراق. وقال له: بسيطة إن شاء الله محلولة. وأخذ وراح إلى منطقة السيدة زينب، وصاح هذا الرجل بالجالسين هناك مقهى يرتاده العراقيون في ذلك الوقت، وقال: يا أهل الغيرة، يا أهل الشيمة، هذا الرجل أبوه نايم بالمستشفى ونريد من عندكم المعونة والمساعدة. يقول: فهب الناس كلهم في المقهى وذهبوا بباص كبير إلى المستشفى وتبرعوا بالدم. نريد في الأول أن نأخذ هذا المقطع الذي يرويه الشاعر غدير الشمري، ومن ثم نأتي لنتكلم عن هذا الموضوع. العراقي عندما يحب، يحب بصدق، يحب بغيرة العراقي على من يحب لا يمكن أن توصف. ولذلك قال مظفر النواب: عراقي هوانا وفينا ميزة الهوى خببا. أتكلم لك قصة عن غيرة العراقيين. دكتور من الموصل تعرض والده لوعكة صحية في 2006، يقول: فاضطريت أن أخرج بوالدي إلى دمشق، ولأول مرة أنا أخرج من العراق. فبعد أن أجروا الفحوصات لوالدي قالوا: لابد من إجراء عملية سريعة ونحتاج إلى 5 قناني دم. في سوريا بنك الدم ما يبيع الدم، يعطي دم مقابل دم. فيقول طلبوا مني، قالوا: لازم تجيب 5 قناني، نعطيك 5 قناني وتجيب مكانا 5 قناني. يقول: فاحترت، أنا لا أعرف أحد ولا أعرف ماذا أتصرف. فيقول: وقفت بالاستعلامات أتكلم مع أحد الموظفين عن كيفية مساعدتي للحصول على قناني الدم. يقول: كان هناك رجل يقف إلى جانبي والتفت إلي وقال باللهجة العراقية: أنت عراقي؟ قلت: نعم عراقي. قال: شنو مشكلتك؟ يقول: فتكلمت بموضوع والدي. قال: سهلة، لو تريد 50 بطل دم. فيقول: ركبنا تاكسي وقال: اطلع للسيدة زينب. جينا على قهوة، رواد القهوة عراقيين وصاحب القهوة عراقي، فوقف بالباب قال لها: أهل الغيرة يا عراقيين، يا أهل الغيرة، هذا أخوكم عراقي، أبوه بالمستشفى بصالة العمليات ومحتاج إلى 5 بطالات دم. يقول: فهب جميع من في المقهى، وبعد ربع ساعة جاء باص 40 راكب واتجهنا إلى المستشفى. يقول: شفتهم يتسابقون على التبرع بالدم لإعطاء عينات للدم، وكأن والدي والد الجميع. يقول: فأنا جلست على الأرض أبكي على العراق، حزين وفرح بنفس اللحظة. هذا هو العراق. للرجل اللي كان واقف بجنبي يسألن: أنت من أي محافظة؟ أنت من أي مذهب؟ أنت من أي ملة؟ أنت لأي عرق؟
ولا أنا أعرف الموجودين يتبرعون بدمهم الأبوي. الشباب هذا الشباب المتحمس أعرفهم من أي بلد، من أي محافظة، أو من أي طائفة، أو من أي مذهب، ولا من أي عرق. الجميع، لكن الجميع نعرف أننا عراقيين. هذا هو الشعب العراقي، هذا هو العراق. الشعب العراقي ليس شعب طائفي ولا يعرف الطائفية، ولم نفكر بيوم الأيام أن هذا سني أو شيعي، هذا صبي أو هذا مسلم مسيحي تركماني يزيدي. أبدا كنا نعرف أننا عراقيين ننتمي لهذا البلد وولائنا لبلد واحد. هذه الحادثة التي يرويها الشاعر غدير الشمري، طبعا في 2006 كانت الحادثة، يعني تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعليقات كانت غزيرة وكانت كثيرة بالثناء على غيرة العراقيين وعلى التلاحم. وتقريبا عندما تأتي، وسوف نأتي طبعا نقرأ بعض هذه التعليقات، يقولون بأن السبب هو الاحتلال الأمريكي ومن جاء مع المحتل الأمريكي من السياسيين، هم الذين فرقوا العراقيين، هم الذين بثوا الطائفية في البلد، هم الذي خلقوا المحاصصة في هذا البلد، ويستشهدون بغيرة العراقيين وبلحمة العراقيين وبكرم العراقيين. هذه الحادثة يعني ليست نادرة وليست يعني عجيبة على العراقيين، يعني تخيل هذا في خارج العراق، فكيف في داخل العراق؟ وكيف أن هذا الرجل استنجد برجل غريب، استنجد بالآخرين من العراقيين، وكيف ذهبوا إلى المستشفى وتبرعوا؟ وكما يتحدث في الحلقة الشاعر غدير الشمري بأن يعني تقريبا 40 واحد راح للمستشفى. ما الذي حصل للشعب العراقي بعد العام 2003 لكي يستطيع هؤلاء السياسيين، وباعترافهم طبعا، يعني في تصريح سابق لأحد النواب بهاء الأعرج عندما قال نحن نعتاش على الطائفية، قال نحن نعتاش على الطائفية، وبأنه بث هذه الطائفية هي من أجل حفاظنا على المناصب. اليوم هم يتقاتلون على موضوع تأجيل الانتخابات، ما تأجيل الانتخابات، خلي يرجعون النازحين، صف آخر يقول لا الانتخابات لازم بموعدها. الهدف كلها من عندها، والشعب واعي طبعا وعرف هذه اللعبة، بأنه الهدف إجراء الانتخابات حتى يبقى هو بمنصب النائب والسياسي والوزير، ويظل النازح في مكانه، ويظل الخريج إن كان في محافظات الجنوب ما عنده وظيفة. وطبعا نعرف أنه وزارة المالية أصدرت تعليمات بأنه لا توجد هناك تعيينات في العام 2018. فأعزائي المشاهدين، يعني هذه الحادثة دائما تقودنا إلى تساؤل، ما الذي حدث في العراق؟ هل بالفعل استطاع هؤلاء القلة القليلة من السياسيين أن يقسموا الشعب، وأن يستطيعوا بتفرقة هذا الشعب بعد أن كان شعب واحد وشعب واعي؟ معقولة هذه القنوات التي بثت الطائفية استطاعت أن تغير من فكر العراقي من كل الطوائف والمذاهب والأديان، وكل ما يجري من طائفية من قبل الحكومة ومن قبل تصرفاتها، بل حتى أنه الأحزاب الحاكمة بدأت، أو ليس بدأت الآن، منذ مجيئها هي تعمل لمناصبها، تعمل لمن هم معها، من في نفس داخل الحزب، ولا تعمل للمذهب. والدليل على ذلك ما تشهده المحافظات في الجنوب من تراجع في التعليم، من تراجع في الخدمات، من تراجع في الصحة، من تراجع في كل جوانب الحياة. فهم لم يعملوا حتى للطائفة التي ينتمي إليها هذا السياسي أو ذاك. نريد أن نستمع إلى أصواتكم حول هذا الموضوع، ما الذي حدث للشعب لكي يستطيع هؤلاء السياسيين من تفريق هذا الشعب الذي كان شعب واحد، وكنا في الكلية وفي الجامعة ما نعرف والله هذا شيعي وهذا سني وهذا كردي وهذا مسيحي، كنا طلاب ومتعايشين وأخوة، واحد يزور الثاني، واحد يروح إلى محافظة الثاني. ما كانت هذه الأمور موجودة، ما كانت هذه الأمور موجودة، وكل إنسان كان محترم بمذهبه وبطائفته وبدينه، أهم شيء خلقه وتعامله مع الناس. فنريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين. معنا اتصال،
أبو أحمد من الرمادي. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، هي الصحفية منين جت؟ جت من دول السياسيين، هاي العصابات اللي قابعة بالمصر، هم هذول الجابون السياسي، هذول الصحفيين. الصحفية قبل احنا قبل كانت كليات. نعم. قبل أحد يعرف سني شيعي كردي، هاي الكليات اللي كانت وتخرج دكاترة مهندسين، ومن غير دول العربية تجي هنا الطب بهبلة تدرس وتخرج البلد اللي البلد العلم. هذا اللي دمروا ذولا يا اخي، احنا ما تقول لي شلون يعني شلون وياهم ذولا؟ هم اللي دمرونا، هم اللي جابوا مصاريفية، هم اللي خلقوا هاي الفتنة بين الشعب العراقي. والله الشعب العراقي اصيل، والله شعب متماسك يعني بيناتهم متماسكين، كلهم اخوان سنة وشيعة وكرد وعرب، ماكو فرق، ولا حد يفكر يقول عراقي. عراقي عالمياً عراقي، ما حد يعرف هاي شكل الطائفية. نعم. ما جابوها إنه ودمروا البلد إلا هذولا. وإحنا يا أخي والله هاي مصيبة، هاي الله بلانا بهم بلوا يا أخوي. يعني نريد نطالب، نريد حكومة مهنية تحكم هذا البلد، ونريد حاكم عسكري مهني مستقيل إنه يحكم هذولا جميع أحزاب مريضة، لأن ما تخدم هذا البلد، دمرت البلد. نعم. يعني برأيك أنت أبو أحمد، هاي الأحزاب من أجت يعني أثرت على عموم الشعب العراقي لو فئات قليلة والأغلبية صامتة ما لها علاقة؟ والله يا أخي دمرت الشعب بالكامل. أحزاب أجت من مصالحها، يعني ذولا كانوا داحين بالدول يتسولون وداحين، فشافوا ما شافوا من أموال الشعب العراقي طائلة، وكانت البلد معنا حتى للدول العربية الفقيرة جاي مد من سال الله يرحمه صدام حسين. زين، هذول ما شايفين ولا يعرفون ولا مهنيين. يا أخي هذا اللي بيع طماطم، هذا بيع محابس، هذا بصيات بالدول دايحين، ولم تنبهم ويجابوهم علينا ذبون حتى يفرقون البلد. الشعب العراقي وإن شاء الله الشعب العراقي واعي مثقف، إن شاء الله بلد متماسك، وان شاء الله ان شاء الله نطلب من الله ان الله يجيب لنا قياده من برا تنقل هذا البلد من الخير. نعم ابو احمد، اشكرك ابو احمد. يعني كما اشرنا هذا المقطع بالذات من الحلقه تم تداوله بكثره في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر والمواقع الاخرى مثل يوتيوب. كانت هناك تعليقات كثيره في الفيسبوك، يعني على سبيل المثال هناك صراحه الاف التعليقات. يعني يقول مثلا: أحسنت والله صدقت، هم أهل العراق، أهل الغيرة والنخوة والشهامة، لكن الوقت أغبر كما يقول وجلب لنا حثالات دمروا البلد وقتلوا كل القيم الأخلاقية، ولم يكتفوا بذلك بل دمرونا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وصحيا. يقول آخر، يقول: الله يحفظك يا عراق يا منبع الغيرة والشهامة والكرم والجود والنخوة، الله يحفظك من كل مكروه ومن أولاد الحرام اللي دمروك، الله يحفظك يا شعب العراق، يا علم يا تاج فوق الراس، وين ما أنت موجود أكو شرف، أكو نخوة، أكو غيرة، أكو طيبات. طبعا الأسماء في الفيسبوك موجودة، مثل بقية الضامن ومثل محمد هادي وإلى آخره. يقول: الحكومات التي جاءت بعد العام 2003 هي التي نشرت الطائفية في العراق بتعاون كامل مع رجال الدين الذين فرقوا بين الشعب الواحد بمساندة وتوجيه مدروس ومخطط له من إيران. هذا واقع لا مفر من الاعتراف به للأسف، لك الله يا عراق. يقول معنا اتصال أم أزهار من بغداد. تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام. وحيي هاي الإذاعة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى العراق، العراق كان موحد، العراق كان واحد يحب الله، ولا كنا نعرف هذا سني ولا هذا شيعي. كان العزيمة وحدة والقوة وحدة والإرادة وحدة والحب واحد. ما الجيران ما نعرف عنهم هذا سني هذا شيعي، مسيحي مسلم ثوري، من كل الأطياف كان عايشين. لكن من اجت هاي الحكومات 2003 حكومات طائفية، هي جزأت هذا البلد وهي خلت
وخاصة من جزء هذا البلد هو المالكي، هو سوى الطائفية، هو خلى القتل والنهب والسلب والطائفية موجودة والحقد والكراهية. فالعراق يعني العراق يبقى عراق هو موحد، ويبقى العراق هو يحب الجميع، والعراق هو يعني سند للدول العربية كلها. إن شاء الله ننتصر على هؤلاء الجايين يتعاركون على الكراسي، وماكو انتخابات، وما نريد انتخابات، ونريد حكم موحد، وما نريد برلمان، لأن سوينا البرلمانيين وسوينا هذول الأحزاب غير القتل والنهب والسلب والسجون المملوءة بالأبرياء والنازحين اللي قاعدين بهالبرد وهالتراب وهالهذي. انهضوا يا شعب العراق، انهضوا، ولا تذهبوا إلى الانتخابات، ولا يغركم كلهم البطاقة التموينية، الراتب، كل شيء ما نريد احنا منهم، نريد بس يولوا ويتكسحوا من هذا البلد وهالجوع الكاسحة هذه، ما نريدهم احنا، ما نريدهم. واشكرك على شكرا. أم أزهار من بغداد يقول: أقسم بالله العظيم لقد دمعت عيني من الموقف، هذا هو العراقي، ولا أعرف لماذا يعادوننا، نحب الجميع ولكن ليس لنا حظ مع إخواننا العرب كما يقول. معنا اتصال أبو محمد من خانقين، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. شلونك أستاذ عمر؟ أهلا بك يا أهلا وسهلا. استاذ عمر، احنا كنا 30 سنة قاعدين بالرمادي كراد. نعم. اي ما حد ما حسسنا بعشاية، انتو شنو، انتو منو، انتو مين. كانت الضيافة اقوى، والاحترام والتقدير، وكانت ما يعرف، ما نعرف هذا شنو منو. بالعكس يعني كنا بالرمادي قاعدين، ما حسسونا فبعشاية انتو كراد ولا انتو كذا. زين يعني ما حسينا كاحنا غرك، حسينا عراقيين بداخل بلدنا. زين. ونشكرهم، يعني نشكرهم اخوتنا اهل الانبار، وان شاء الله هاي المحنه تنقلب على رؤوس هذول الخنازير. نعم. دجال السحره. زين. واللهم احفظ العراق. السلام. نعم. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو محمد من خنقين كان معنا. ابو ايمن من عمان، تفضل ابو ايمن. يسعد لي أيامك إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. وأيام العراق إن شاء الله الجاية راح تكون سعيدة. آمين يا رب. إن شاء الله أفضل كثير من أيامنا هاي. بس اسمح لي أول شيء أعتذر من غدير الشمري. نعم. وأقول له صدقني إنه ما كانوا يسألوا لا لغتك ولا لونك، لا أنت صيني ولا أنت ياباني ولا أنت مجوسي ولا أنت هندي ولا ما يسألوا عن أي شيء ثاني. صدقني هاي غيرة العراق على كل الناس، على كل الأمم، على الإنسانية كلياتها. هاي دائما ديدبان العراقي الشريف، ديدبان العراقي اللي هو أشرف خلق الله على الأرض، وأنا بعنيها، بحكي العراقيين أشرف خلق الله على الأرض. أنا لما رحت على العراق كنت طفل، احتضنوني كل العراقيين، والله ما كنت أعرف جاري سني أو شيعي. تيجي الحجية تقول يوم شو تريدون أطبخ لكم، أخملكم البيت، أغسلكم. يعني أبو أيمن أنت كنت تدرس في العراق؟ أنا خريج العراق 79 أبوي. آه، أي كلية؟ يعني بأيام العزمة للعراق. نعم، في أي كلية، أي جامعة؟ أنا ببغداد الصيدلة عيني. ما شاء الله. نعم. كلية الصيدلة تعرفها أنت وين كانت؟ نعم نعم. ماشي. والله العظيم سكنت بقنبر علي، والله العظيم والله العظيم إنه تنزل بالسوق من يشوفوا لهجتك مو عراقية، ان الكل يقوم تقول لك، يقول لك شو تريد ابنه، او شو تريد، او تقول كان المرأة ولا الرجال ولا حتى الشاب. اتذكر علاوي او تلاوي ابو اللحمه الله يذكره بالخير، وان شاء الله اقدر اشوفه. حبيبي. نعم. اللي بدي اقوله انه احنا هسه في موسم اسمه موسم الانتخابات. نعم. وهذا الموسم مش في العراق بس، وانما العراق ومصر وليبيا، ولازم هاي الانتخابات بالنسبة للحكام الموجودين عندنا بهاي الدول الثلاثة لازم ينهوها قبل مجيء شهر 7 من العام الحالي، وذلك انهم بيعرفوا انه القوة الامريكية او امريكا او الدول المسيطرة على العالم كلياته هسه راح تغير كل هاي الوجوه، وراح تيجي بوجوه جديدة. السياسة نفس السياسة، والسرقة نفس السرقة، بس ان اللهم الا تكون وجوه جديده خارج اطار كل هذا البرلمان
وخارج اطار كل هاي المنطقه الخضراء. عيني نعم. اريد اقول بس لاهل المنطقه الخضراء هاي رساله لهم، خليهم يعرفوا شو معنى امريكا. امريكا بكره انا متاكد ما راح تعوفكم بين الشعب العراقي، لانه يعني عندها التزام ابدي ادبي اتجاهكم، راح تشيلكم وتاخذكم وتحطكم بامريكا وتعطيكم رواتب تقاعديه اللي تقديكم بس تعيشوا فيها. اما المليارات تبعتكم هو تفكروا انها جوا ايديكم؟ لا والله، لو حاطها جوا البلاطه، جوا البلاطه تحتك، امريكا تعرف وين هي. ولنتذكر انه امريكا اخذت فلوس الحكام العرب كلياتهم السعوديه وهاي وناسها. أنا أشكرك أبو أيمن من عمان، كان معنا اتصال أبو علي من الناصرية، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونكم عيني؟ شلونك صحة؟ أهلا وسهلا بك. أنا أرسلت لكم مقطع قبل يومين بخصوص هاي الأرض اللي من الناصرية اللي قاعد ياخذ صاحب الملقاح مليون دينار على كل واحد يبني قطعته. إي. فأنا أقول إذا أكو حكومة يعني أكو واحد هيك يتصرف إذا يحس اكو قانون اللي خوفه ويحكمه. نعم. مليون دينار على كل قطعة أرض تبني أخذ منك مليون، ما تدفع مليون ما تبني، وروح ليش حكومة وليش عشاير. زين الأرض تابعة للدولة لو تابعة للناس لو شلون؟ لا الأرض موزعة بزمن صدام يعني تقريبا بال 91 بال 92 ومنطيهم تعويض ومنتهية. نعم. من سقط النظام حموها هاي تقريبا خمس اكثر من خمس سنوات حاميها، فوصلوا لاتفاق عن طريق المحافظه وعن طريق يعني شخصيات عشائريه كبيره اللي وصلت لهذا الاتفاق، والا هم ما يقبلون احد يبني. فقعدوا الشيوخ وسولفوا بهاي القضيه وحاولوا يقنعون اهل الاراضي بانهم تدفع لك على كل قطعه مليون دينار. الارض تقريبا 10,000 قطعه بيها. نعم. منطقة الإحذارية مقابل سجن الإصلاح، السجن الإصلاح اللي الأبرياء هم مسجونة به والمجرمين مقابلهم. نعم. المحافظة تريد من كل واحد مليون دينار حتى يقدر يبني صاحب الأرض. أي هذا يشرط عليكم العقار من ضمن الشروط، مليون تنطلب الجهة، ما تنطلب مليون أنت ويا بعض. الشغلة الثانية الخصخصة، الخصخصة احنا ناس فقراء ما عندنا، يعني حاسبونا على الواط 500 واط هن امبير، فمن يسوون واطات تصير الاف الواطات، الالاف يصير عدد كبير، فراح المسؤول يقول لك انت تصرف هالقد واط. فاحنا منين نجيب يعني انا راتبي اريد اقول 300-400 ألف وتجيني قائمة كهرباء ب 400 ألف، منين انا ادفع الكهرباء؟ لان يعني الكهرباء احنا اللي ندري بالخصخصة المستثمر يجيب طاقة كهربائية ويحاسبنا على الامبيرات. نعم. مو المستثمر يجي الطاقة جاهزة بس يشد عدادات اللي هي ما ادري اياهم الفاسدين اللي تعود الى هاي الشركة ويحاسبنا على الكهرباء اللي هي الدولة تصرف عليها. نعم. والدولة اللي موظفة بها موظفين والمنجزاتها الدولة، يعني هو مجرد يجي بس يجيب فلوس. نعم. زين زين ابو علي، يعني خصخصة وبهذا المبلغ العالي ويجي يقول لك والله تعال شارك لي بالانتخابات وصوت لي؟ والله ما صوت لهم، وحتى لو ما صوت له هي اسواق هاي شفتوا الورقه هاي اللي قاعد يزورون بها، يعني يجدحون بجداها عليها يمسح الاسم يروح ياشر هو من يمه هو المسؤول. نعم. على اي قائمه يريد يعني الورقه هاي هسه مال الانتخابات غالبا هم جايبينه تكتب به، بس من تخلي جداها على الكتابه مالته شويه يمسح. بيروح يأشرها هو بعد، يعني هم ضامين الفوز، هذا الحكي منتهين من عدا احنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس احنا ننتظركم الثورة، يعني ننتظركم ثورة تغطونا هاي الحكومة الفاسدة اللي عاثت بالأرض فساد. نعم. اي والله هذا اللي ننتظره. الشغلة الثانية. نعم. الخدمات صفر عندنا، صفر يعني أعلى من الصفر بعد. هاي بالناصرية. بالناصرية صفر وفوق الصفر، يعني بحيث هسه اللي يطلع مظاهرة على الخصخصة يعتبرون هذا ضد الدولة، قاعد يعني يتآمر على الدولة. وما ندري يعني منين نتلقاها والله ما ندري. الله. فاحنا نريد توصلون صوتنا. صوتك واصل وعشاشة أبو علي، والله يعينكم، والله الله يعينكم. يعني مشكلة أنه
المواطن في كل محافظة، في كل محافظة، يعني يا أما محافظة فيها معارك ونزوح، يا أما محافظة فيها الخدمات صفر كما قال أبو علي من الناصرية، أو مثلا الدولة تسرقك عيني عينك، يعني هي قطعة مملوكة إلى مواطن، والله ألا تدفع مليون دينار حتى أبني بيها وهي قاعتي، يعني الدولة تسرق من الشعب عيني عينك. طبعا أتركك عن استقطاع الرواتب، أتركك عن الفساد اللي موجود، يعني أنا عندي قطعة قاعة أريد أبنيها، أريد أقعد أسكن بيها، أنا ماخذها من الدولة من العهد السابق من التسعينيات، تجي الدولة تفرض علي تعال والله ألا تدفع مليون دينار. على كل حال أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم في تقديم هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ رسائل الواتساب. يقول بنت بغداد، تقول فعلا كما قلت لم نكن نعرف زملائنا بالكلية ما هو مذهبه، وحتى جارنا، وحتى التناسب بين العائلات، ولكن هؤلاء تقول عملاء إيران وأمريكا اعتمدت سياسة فرق تسد لكي يدوم لهم النهب والسرقة من هذا الشعب الكريم. مهما طال الزمن لابد أن يثور الشعب وتعود المحبة والأخوة. يقول أخي عمر، الأحزاب التي أتت لا تخدم الشعب، إنما أتت تجلب الفساد والدمار والخراب في العراق، والتعارك على الكراسي يجب أن يثور الشعب على هؤلاء الفاسدين. ربي يحفظك يا عراق من هؤلاء الذين عملوا على نشر الطائفية المبغوضة والمرفوضة. يجب إيجاد قائد وطني ومعه وطنيين أصلاء يحكمون البلد مكان هؤلاء يسميهم الحثالة وكراسيهم. مبروك من الإمارات. في رسالة أخرى يقول سنة 2006، يقول عندنا جيران شيعة في منطقة، أغلب المنطقة سنة، جيراننا الشيعة خافوا، يقول لكن الشباب من المنطقة راحوا على بيتهم وقالوا لهم لا تخرجوا من داركم، احنا نضحي بحياتنا اذا حاول احد يمسكم، والى لان جيراننا ساكنين في المنطقه، يقول والى الان جيراننا ساكنين في المنطقه بامان. يقول لو ايران والاحزاب السياسيه تكف ايدها عن المحافظات الجنوبيه كان ركضوا قبل السنه وقدموا المساعدات للنازحين. هذا موقف اخر. يقول أخ عمر، كان العراق أرضا وشعبا وكرامة، والدليل لقب العراق تاج العرب، لماذا ينكر الشعب هذا الشيء؟ أليس الشعب بكل مكوناته كان يخرج للشارع بكل مناسبة؟ والله هؤلاء الذين جاءوا هم تجار الدين والعملاء، يقول هم من خربوا البلد. معنا اتصال سامي من بغداد. تفضل سامي. سامي اهلا وسهلا بك. حياك الله. استاذ عمر، انت تحدثت يعني قلت شيء عن الاعلام. طبعا كثير من القنوات الموجوده هسه يعني اكثرها ايرانيه، يعني ما بيها مجال انه واحد يقول والله هذول خطيئه عراقيين اللي يشتغلون لزرع الطائفيه والعنصريه في العراق. مستحيل، ما حد ما يتحدث ليل ونهار يعني ضد العراق. هم مثلا اعطيك فد مثل يعني بسيط بالنسبه، شوف شلون يبقون ديمومه الطائفيه والعنصريه في سبيل حتى يشحنون الشعب. مثلا مسائل على الامام الحسين، مسائل على يعني يكثرون كثير من مسائل كثر. زين ابو يعني سامي، معقوله مثل هاي القنوات وهذا الخطاب الطائفي من قبل السياسيين يعني يجد رواج؟ يعني احنا نشوف العمليه، اذا تسمح لي، العمليه كانها بالفعل مسرحيه. يعني يجي مثلا
يصير تفجير في منطقة شيعية على سبيل المثال، ويروح ضحاياها ناس أبرياء، أطفال، نساء، شيوخ، عمال، وراها يطلع لك واحد مثلا من السياسيين ويبدي خطاب الطائفي، وحتى يعني يحشد الشارع بأن مثلا يقول لك والله هاي السيارة جت من الفلوجة، جت من الأنبار، بعد طائفي واضح ومبين. مع العلم هو طبعا تلقاه لو وزير داخلية، لو تلقاه هو رئيس الوزراء، يعني هو المسؤول عن الملف الأمني. فيعني معقولة هاي تنطلع على الشعب بعد 14 سنة؟ هي هاي المسألة يا أخي. هم زرعوا قنوات إيرانية تابعة لهم، يعني هذول هذا جيش الفساد من المالكي وأخواتها، احنا نقول مريض، يعني هذول مو رجال، الرجل اللي احنا نقول بالمثل العراقي الرجال اللي يخلي بتسلى احنا، بالله عليك وانا اسال اي واحد شريف عراقي، اكو واحد من ذولا خلى بتسلى احنا للعراقيين؟ يا اخي مثلا فمثلاً أكو مثلاً خمسة من نواب البصرة، عمو ما يخالف يا نواب البصرة، سرقوا للبصرة، مو سارق أنت جايب لك 30 واحد من قرايبك خالهم حماية، وبعدين قال لك 2-3-4 بمجلس المحافظة، وقال لك 2-3 بالضبط في شو اسمه مال الأمان في البصرة، والبصرة كلها هي اللي تغذي العراق، يعني تعرف النفط وكذا، هاي وما محصلين شيء، خمسة منهم بالبصرة تلقاهم مليونيرية، أبنائهم خارج العراق، هاي الأمور. نعم سامي، هاي الأمور الفساد والخطاب الطائفي الآن بالفترة الأخيرة من خلال مثلا يعني قنوات تقابل الناس أو الناس تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك وعي صراحة، هناك وعي، الناس يقول لك مثلا هذا سوى المحافظ، يعني احنا سمعنا قبل شوي أبو علي من الناصرية، يعني دا يقول لك خدمات صفر، دا يقول لك تبني القاع مالتك ألا تعطي مليون دينار للمحافظة، اكو وعي عند الناس، هناك وعي بعد 14 سنة. في هذه المشكلة يعني احنا شلون نقدر، انت برأيك شلون نقدر ندعم هذا الوعي؟ شلون نقدر ندعم هذا الوعي؟ ترى يا جماعة الخير ذول السرقونة، ذول باقونة، ذول يريد يصعدون مرة ثانية باسم الديمقراطية والانتخابات، شلون نقدر سامي؟ استاذ عمر، يعني اذا تسمح لي مثلا، اذا الله سهل لك وهذا الحمد لله الله يبقي هذا البرنامج، يعني وانت بين الحين والاخر هم مثلا تخرج مسائل ال يعني القتل والتهجير بالنسبه للميليشيات، حاولوا تقدموا نماذج من هل القنوات هاي الطائفيه الايرانيه العنصريه اللي يعني شلون 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 هذا المجرم ابو مهدي المهندس يتحدث على الثلوج البطلة رأس العمر، هؤلاء شلون سرطان إيراني بس شلون مثل المي التحت مثلا. هسه أنا أقول لك، أنا آسف للتأخير بس لازم أجيب لك هذا المسألة. البارحة مثلا برنامج في قناة الأنوار الساقية، هاي قناة الأنوار الثانية مو 100% إيرانية، لا 200-300% إيرانيين، هذول كل ما هنالك جايبينهم كم واحد اثنين يتحدثون بلسان عراقي. هذه القناة برنامج البارحة مثلا، زين خلصوا اسأل الانتخابات خطيه، يحبون العراقيين يموتون عليهم، طبعا المانشيت مالهم كله تحت السيد الخامنئي خيراتي ومساتهم بالعراق، حدثوا لي على السيد الخامنئي وقائد الثورة سليماني، وانا جالس بمكان يكرمك الله اسباله فالقصد شنو البرنامج اللي كرموا لهم؟ هل تسمح بعوده الباحثين والصوت دومين ولكن هاي القوانين كل فتره يعيدوها. نعم نعم سامي من بغداد شكرا لك. معنا حسين من بغداد، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أخويا الطائفية هم من جابوه السياسيين المعممين والأفندية، لولا الطائفية جابوه بالبلد قبل من يعرف سني شيعي، ما حد يعرف سري. تراني زعاشيك هم عايش خمس عصور عم عايش الملك وعبد السلام والمعارس لك الدول المعممين. يا أخي والله
والله ذولا ذولا تجيهم الا 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 اللي يجيهم فرد قوه كافيه تطب عليهم من المنطقه الخضراء وتأدبهم وتوقفهم عند حدهم، لان انت الشعب انت ما تمشون. نعم. مع الف شكر، وانا اقول للشعب اقول لهم للشعب لا تنتخبون ذولا الطائفيين، لان اللي ينتخب ذولا الطائفيين هو احمق وغبي. أنا أشكرك حسين من بغداد أبو علي كان معنا. نعم، رسائل الواتساب يقول والله صدقت، الشعب العراقي شعب واحد ويظل إن شاء الله شعب واحد، بس الحكومات اللي حكمت العراق والسياسيين هم سبب التفرقة وإن شاء الله ما يفرقون. في رسائل يعني تعليقات أخرى لهذا المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول الله لا يوفقهم الأحزاب المتأسلمة كما يقول، دمروا العراق وقسموه إلى طوائف وإلى مسميات. ناصر القيسي يقول مثلا عراق المحبة والسلام، الكل واحد ما عدا الأوباش اللي جابتهم أمريكا، وليس الكل المعنى، المعني هو من كان السبب في تدمير اللحمة الوطنية والأخوة والتي لا مثيل لها، عاش العراق ولتسقط أمريكا وعملائها. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. تحيه لحضرتك ولقناه الرافدين. حياك الله، يا اهلا بك استاذ عمر. طيبه ونخوه وشهامه العراق ترى صدقني ما موجوده، وانتم تعرفون وكلهم يعرفون ما موجوده بكل دول العالم. مو الاحتلال اللي غير طباع العراقيين، لكن اللي دخلوا ويا الاحتلال لحد ما تقوم الساعة الحقد مالهم ما راح ينتهي. السياسيين والمعممين وراءهم إيران غسلت عقول الضعفاء، هاي الناس البسطاء قالوا لهم احنا كنا مستضعفين بزمن النظام السابق والشيعة مظلومين واحنا جينا نريح الشعب، وطبعا هم بفكرهم يريحون الشيعة بس، وهسه شافوا الشيعة نفسهم شافوا الوضع شلون دا يصير، وقسم من عندهم حسوا على نفسهم وبدأوا حتى ينتقدون المرجع الأعلى مالهم. من كان واحد قبل يريد يحكي حكاية ويذكر المرجع الأعلى يقولوا له لا هذا خط أحمر ما مسموح لك توصل له. أدري يا أخوان يا أمة محمد، أنا دا أنتقد ملك مقرب لو نبي مرسل، أنا دا أنتقد وضعية الشعب تعبان وأكو واحد قاعد يصدر فتاوي وقاعد ينطي تعليمات ودي يشوف اللي دي يصير بالبلد وساكت، أنا دا أنتقده. ما دا أنتقد أنا شخص نبي أو ملك مقرب. يعني والله مشكلة. المهم يعني الكل يعرف بأنه هم المعممين والمرجع الأعلى يعرف باللي صاير وساكت. وبصراحة أنا يعني بصراحة أنا ما لومه، لأنه هو بالأساس مو عراقي، واللي مو عراقي ما مو قلبه على العراقيين. وذابحين نفسهم على إجراء الانتخابات، ولو عندهم غيرة، واحد من عندهم لو عنده غيرة يفكر يقول شلون نسوي انتخابات وملايين الناس العراقيين عايشين أسوأ عيشة بالمخيمات. نعم. أهم شيء عندهم مصلحتهم أستاذ عمر، إحنا عشنا أخوة، ماكو فرق بين سني وشيعي كردي مسيحي أو أي طائفة أخرى. الدم العراقي أستاذ عمر روى أرض فلسطين ومصر والأردن وسوريا، وأني لحد آخر فترة طبيت بيها لسوريا، كنت دائما أتردد على سوريا. قبور الشهداء الطيارين موجودة بدمشق بالجامع الأموي بصف الضريح مال صلاح الدين الأيوبي. ذول العراقيين أستاذ عمر، وبأي منطقة الدول العربية الإسلامية الناس تحتاج العراق تلقي العراقي واقف ومتهيئ يدافع عن الدول العربية. هذول أستاذ عمر هم السياسيين والمعممين، هم سموا أفكار الناس وقاموا يعزفون على وتر الفقير والمحتاج، خلوا الميليشيات تنتشر وانتشرت سموم المعممين والضعفاء والمحتاجين تبعوهم. يعني الرشاوي بكل مكان وين ما تروح، وأضرب لك مثل بسيط والله العظيم صارت مشكلة مع أحد الأشخاص أصدقائي واشتكوا ناس، صارت لغوة عركة بيناتهم وواحد اشتكى على الأخ، فهذا دي يراجع الابنه بمركز الشرطة. تصور يعني بعد ما صالحوا الناس وتنازلوا عن الدعوة مالتهم وكفالة، والله ما طلع كفالة وأني حاضر وشفت بعيني، إلا أخذ من عنده 350 ألف دينار.
هذا ضابط شرطة بمركز شرطة. نعم. رشاوي انتشرت، فساد موجود، خدمات ماكو، صحة تعبانة، زراعة ماكو، صناعة ماكو، هو هذا اللي جابوا لنا يا أستاذ عمر؟ هو هذا اللي حصلنا من وراهم هذول السياسيين والمعممين والبرلمانيين، أهم شيء مصلحتهم، ما يهمهم أي واحد، يموتون يعتقلون يهجرون، ما هامهم كل شيء، المهم مصلحتهم الخاصة. أبو ناصر من تركيا شكرا لك. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل عراقي شريف. أهلا وسهلا بك أستاذ. عندما سقط النظام صدام طبعا هنا إحنا يعني طبعا ضغطت أمريكا على مسرح السياسة في العراق، قامت بعملية زرع الطائفية والإرهاب والمخاصصة في العراق، وإحنا شفنا بأم عينا أنه طائرات كانت تيجي أمريكية حاملة أموال بالجواني حتى في سبيل بناء وتمويل الطائفية والمشاكل في العراق. فهاي المخصصة هي من الثمرات الشوكية السيئة للطائفية في العراق. أمريكا وإسرائيل ودول عربية ساهمت في تصفية المقاومة العربية في الوطن العربي، خاصة بالعراق وسوريا ولبنان، وكلها في سبيل الاعتراف بإسرائيل. لكن إحنا نجي إلى النفوس الضعيفة اللي موجودة في العراق والمشاكل اللي صارت في العراق وسوريا ولبنان، وأضعفوها أمريكا، أضعفتها وإيران. أصبح المشروع الطائفي مشروع لتدمير المسلمين والمقاومة العربية، وقامت حتى دول خليجية بتمويل المخاصصة والفتنة في الوطن العربي. فإحنا يعني ما ننسى من صالة الطائفية، وشلون أنه ضعاف النفوس من الشيعة قاموا بعملية تدمير السنة، كانوا يأخذوهم من المستشفيات ويأخذوهم من الشارع ويأخذوهم من من أماكن شغلهم ويقومون بعملية تدميرهم وقتلهم، ومن المستشفيات والسجون. وأصبح العراق منذ سقوط صدام إلى الآن هي أصبحت الطائفية ليست بين السنة والشيعة فقط، وإنما بين السياسيين، لأن أمريكا تريد أنه تظهر أنه تدمير المنطقة من أجل إسرائيل. وبعدين احنا اللي نذكره ان داعش من ظهرت، اكو نوع من التحالم بين السنه وبين الشيعه وبين الاكراد في سبيل التخلص من داعش. لكن البذور الطائفيه اللي موجوده في نفوس بعض الناس، خاصه اللي جايين يقتلون لانهم متربين تربيه ايرانيه، إيرانية تهدف إلى قتل السنة وتدمير المنطقة. فإحنا نشوف أكو تعاون ما بين الشعب العراقي في التخلص من داعش، لكن إحنا المصيبة الأكبر إنه الطائفية أصبحت بين الأحزاب السياسية، فلهذا من تصير بين الأحزاب السياسية فماكو واحد يقود الشعب العراقي. فأصبح الشعب العراقي في أقول يعني مثلا مهدور، يعني ماكو احد يعني يقود حتى انه نتخلص من هاي البذور اللي موجوده بالمحل. شكرا شكرا ام عبد الله من بغداد. معنا ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي ابو عمر، على الساحه العراقيه هناك تناقض شديد، يعني المسؤولين العراقيين يقولون تدخل الدين في السياسه. طيب إذا هم هؤلاء السياسيين يقولون أن لا يتدخل رجال الدين في السياسة، طيب عندكم هم طبعا من جهة أخرى عندهم مرجع ديني، المرجع الديني يعني لا يطلع مثل لا يصدر لا شريط صوتي حتى واحد يقيم صوته ولا شريط فيديو، يعني من 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 وراء الكواليس يعني. وهذا تناقض شديد، يعني هل إمام حسين أو إمام علي أو رسول عليه الصلاة والسلام كانوا يخبون أنفسهم عن الناس؟ يعني نحن قرأنا ودرسنا وسمعنا إمام، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث للناس بأعلى صوتي وثلاث مرات يعيدها. نعم. زين أبو عبد الله، يعني هاي الطائفية، وإحنا شاهدنا المقطع في بداية الحلقة كيف يروي الشاعر غدير الشمري لأحد المواقف الكثيرة المشهودة للعراقيين. هاي بعد الاحتلال، يعني أنت برأيك أنه بسبب الطائفية اللي جلبها الاحتلال والسياسيين، يعني هذا التكاتف والتعاون تشوف أقل لو طبيعي، يعني بقى مثل ما هو؟
لا اخي اخي عمر ما قال بل يعني مثل ما هو. وانا قصدي يعني هل شو هل جهل؟ نعم. ايش هذا الجهل؟ المرجع يقول مثلا لا تقولوا اخواننا السنه قولوا انفسنا، وياتي يعني ممثلي المرجع او مكتب المرجع يقول صوتوا فقط القائمه الشيعيه بقيادتها وكذا. والان نفس الشيء طبعا مرجعيتهم يقول يعني نفس الشيء انه مرجع يعني يتبعون مرجع ديني. فهذا تناقض. ونحن نرى على مدار السنه هناك لطميات وعزاء وبكاء، والشعب ميت جوع، والشعب هناك دمار في الجنوب مثل ما قلنا الاخ ابو علي اللي كان يتحدث من الناصريه، هناك فقر وتجويع وسرقه مال العام. ومن جهه المحافظات الجنوبيه الغربيه قتل الناس وتهجيرهم. فيعني هذا تناقض شديد. المرجع يعني اذا لا يتدخل في السياسه، هم يعني كل المسؤولين من عبادي وغير عبادي كلهم يتبعون مرجع ديني، صح ولا لا؟ مرجع ديني. طيب هذا المرجع يطلع لنا، نريد نسمع صوته، نريد نشوفه، نريد هو يعني فعلا اين هو، من هو؟ يعني هذه مصيبه يعني. أبو عبد الله من لندن كان معنا. نقرأ رسالة واتساب في الدقائق الأخيرة لهذه الحلقة. يقول أبو عارف من بابل: تتكلمون عن الطائفية كشعب يرى أنها دمرت البلد من كل النواحي الإنسانية والاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والسياسية، لكن الأمر الذي يجب أن يعرفه كل عراقي هو أن الطائفية هي الشريان الذي يعطي لهذه الطغمة الفاسدة الحياة والسيطرة على إدارة الأمور البلاد. فبلا فتاوى مسيسة وتأجيج خطاب الكراهية والحقد، من يعرف هؤلاء القتلة والسراق ومن ينتخبهم وكيف يستطيعون البقاء بالسلطة لأطول وقت؟ يقول: صح لسانك، العراقيين كلهم غيرة ونشامة وعقل وقلب طيب، الله يبعد هذه الغمة عن العراق حتى يعني يلتم الشمل بجميع أطيافه، والله يحمي كل عراق العراقيين، آمين يا رب العالمين. في رسالة أخرى يقول: أحلى ما يميز العراقيين هو غيرتهم وشهامتهم ونخوتهم، اللهم احفظ بلدنا واجعل الأمن والأمان يسود في ربوعه. في رسالة أخرى يقول: بارك الله بالعراق وبالعراقيين وحفظه من كل مكروه وأبعد عنه ساسة السوء. العراقيين في رسالة أخرى: أهل الغيرة والشهامة والنخوة، أهل الغيرة والشهامة والنخوة والكرم، هذه الصفات لم يتصف بها أي بلد في العالم. العراقي طول عمره أبو الغيرة والحمية. في رسالة أخرى: الله يحمي العراق والعراقيين وين ما كانوا ومن أين طائفة كانوا، أحسنت النشر، لأن العراقيين أهل غيرة. في رسالة أخرى: وإيد بإيد وشعب طيب وبسيط دخلوا إن هذه الفتن وهذه المصائب. يقول: الحمد لله رب العالمين، شعبنا شعب غيرة وحمية، شعبنا لا يعرف الطائفية، يهب لكل من يريد العون، فالفاسد نرميه في البرية، يعني كأنها سجع وقصيدة. أبكتني تلك القصة، وهذه هي حقيقة الشعب العراقي، لأنه عربي أصيل لا يفرق بين أحد وآخر مهما كان مذهبه أو دينه، فقط إنه عراقي. الشعب العراقي في رسالة أخرى: الشعب العراقي لا يعرف الطائفية، لكن الحكومة الرعناء كما يسميها هي من زرعت الطائفية لمصالحها ومصالح دولهم، فهم ليسوا بعراقيين، هم قتلة وسراق ومافيات من الدول المجاورة. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي ركزنا فيها حول غيرة العراقي وكيف يعني يحاول السياسيين والطائفيين ممن أتى بعد الاحتلال بأن تبقى الطائفية في البلد وأن تعم الفوضى لكي يبقوا هم في مناصبهم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.